السلام عليكم اخوان، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم درت هذا الفيديو هذا ديال واحد الشجره كتزين الغرف ديال البنيات الصغيرين، وطريقه سهله يعني، وكتضيف لمسه للبيت. كنحتاجو قلم الرصاص، كنرسمو به الشجره وكنلونوها باللون البني بواسطه فرشاه الرسم. ومن بعد كنديرو البوشوار اللي انا صاوبته في الاوراق، وعندي فيديو قديم على كيفاش تصاوب بوشوار. كنركب داك لي بوشوار اللي صاوبت وليدات صغيرين، وكنلونهم باللون اي لون يعني يمكن نديرو في البيت ديال البنيات الصغيرة. اللون ديال البنيات الصغيرة راه معروف، غوز ولا بيستاج ولا موف، المهم عطا الالوان اللي يمكن لك دير. وصافي كتلون، كتلصق لي بوشوار ديالك بطريقة سهلة يعني. انا الفيديو اللي قبل صاوبته راه درت فيه الطريقة ديال البوشوار كيفاش تصاوبو، التلوين راه ساهل. عندما ما كتشوفو، كتشد بانسو صغير، كتاخد فيه الصباغة وكتبقى تلون من الفوق، صافي حتى كتسالي، وكيعطي واحد المنظر زوين للبيت يعني بطريقة سهلة. انتما كتشوفو معايا الطريقة سهلة يعني، البانسو كتصبغ من الفوق حتى كتكملهم كاملين. انا كندخل جوج الالوان في داك الوريدات، كندير مثلا اي لون يعني. انا دابا هذا الفيديو، هذا الفيديو القديم كنت درت فيه هذا اللون هذا نيت والابيض. وبالنسبه للبيت انا دابا درت فيه واحد اللون صومو مفتوح يعني، الابيض ما غيبانش فيه مزيان. حاولت ندير الاصفر لان الاصفر تبقى كيجي بيز ديال بيت الناس مزيان، ولا بيستاج. المهم انا درت الاصفر. انتم تبغوا تبان الفيديو تاع الاخير يبان لكم الشكل النهائي. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'automates. Le spectateur. Cet opéra après fracas, apostrophe, tu sais ta page, pour save jusqu'à ce langueur, car c'est la fête du courage, c'est la fête du chien de guerre. Allons, en garde, allons, allons, allons. Toreador, en garde, toreador, toreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend, toreador, l'amour, l'amour t'attend. من بعد ما ساليت اللون الأرجواني اللي كنت درت غوزي جاي الموف شوية، كندير اللون الأصفر، كنلصق داك البوشوني تبعت خدمت كينشفو شوية، كنحطهم شوية كينشفو، كنعاود نخدم فوق منهم باللون الأصفر أو بأي لون آخر يعني. نتوما لكم الاختيار، اللون اللي عجبكم ديروه. وبالنسبة للبوشوار، أنا الفيديو اللي صوبت القديم ديال البوشوار غنخلي لكم في الوصف تحت الفيديو. اللي بغى يشوف الفيديو يستافد من داك الطريقه كيفاش تصاوب بوشوار في الدار ديالك يعني، بواسطه مقص واوراق عاديين تصاوب بوشوار وتصبغ بيه ويعطيك شكل زوين اللي يزين لك الغرفه ديال النوم ديال الابناء ديالك، ولا ديال شي زبون ديالك يطلب منك شي حاجه في بيت الناس يمكن لك تصاوبها. انتم كتشوفوا
حيت كاين بعض المرات بعض البوشوارات ما كتلقاهمش موجودين عند لي دروغري وعند مواد اللي كيبيع مواد الصباغه، ما كتلقاش شي بوشوار ما كتلقاهمش، وكي يمكن لك تصاوبهم بيدك يعني عادي، طريقه سهله باش غتصاوبهم. انا عطيت الطريقه ولكن يعني ديال هذا الشكل ديال الوريدات، ولكن بامكان ديالكم انتم تصاوبوا اي شكل اخر بنفس الطريقه. شوف كتشوف لونه هادي، انا هاد الزواقات هادو كان سبق لي صوبت بهم، هما بس صوبت المره اللي فاتت صوبت بهم نفس الديكور وحافظت عليهم، ها دابا خدام بهم نيت، يعني قدرت تخدم بهم ماشي مره واحده، يعني تخدم بهم بزاف ديال المرات، تحاول تحافظ عليهم مزيان. هاد هادي كتلصقهم بالسكوتش وكتبدا تصبغ عادي كما قلنا، وكيضيفوا جمالية للغرفة يعني بأشياء بسيطة، يمكن لك تصاوب شي حاجة مزيانة اللي كتزين الغرفة ديالك. بالنسبة لي أنايا ما يمكنش يعني غرفة ديال الأبناء الصغيرين تصبغ صبغة عادية وتخليها، من أحسن دير فيهم هاد لي موتيف اللي كيزينوا الغرفة. يقدر دير الوريدات بوحدهم يعني بلا ما ترسم كاع الشجرة، بلا ما ترسمها دير الوريدات بوحدهم كيعطيهم نظر، وكاين بزاف ديال الاشكال. المهم هذا الشكل دابا حنا درنا، مره اخرى ان شاء الله ندير لكم شكل اخر كما كتشوفوا، وخليت لكم كما قلت لك غنخلي لكم الوصف اللي تحت، غنخلي فيه الفيديو اللي كنت درت على البوشوار، اللي ما شافوش سبق لي ما شافوش يدخل لي يشوفوا يستفيد منه. انتم كتشوفوا يعني شي اشياء بسيطه كتضيف جماليه للغرفه، شي اشياء بسيطه يعني انا بدا بالنسبه لي ما يمكنش ندخل الغرفه نخليها بشكل واحد، هذيك كتجي مزيان. وبعد ما ساليت اللون الاحمر ودخلت اللون الاصفر بدا كيبان الشكل النهائي كما كتشوفوا، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وديروا جيم للفيديو، وما فيها باس الا الاخوان عجبتهم الفكره يحاولوا يخدموها في الغرف ديال الاطفال، لان الاطفال بزاف كيعجبهم هاد الالوان هادو والاشكال. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.